الجمعية دعت لهذه الوقفة الاحتجاجية والتنديدية على إثر ذلك التسريب الصوتي اللي اعتبرناه في مس مباشر وخطير باستقلالية القضاء. بالتالي الغيون هذه الوقفة هو الدفاع مجددا عن مبدأ استقلالية القضاء، لأن المحامين على مر التاريخ دافعوا على هذا المبدأ إلى أن تجسد في دستور 2011 كمبدأ دستوري، وبالتالي لا ينبغي النكوص عليه والتراجع على المكتسبات. هذه مكتسبات مهمة ينبغي أن تجسد على أرض الواقع وأن تبرز في الأحكام القضائية. القاضي لا يحكم إلا القانون. حنا تنقولوا من هذه الوقفة أن القاضي ينبغي أن يحتكم في الفصل في الملفات إلى القانون وليس إلى التدخلات، وأن الدستور تضمن القاضي اللي تيحس براسه أو الاستقلالية ديالو مهددة أنه يلجأ إلى المجلس على السلطة القضائية. فهذه الآليات وهذه المقومات اللي كاينة في الدستور خاصها تجسد وتكرس. والاستقلالية عندما ندافع عن استقلالية القضاء فهو ماشي حق المحامين، ما تندافعش حق شخصي، وإنما حق لكافة المواطنين وحق بالأساس المرتفقي العدالة. وعندما ندافع عن استقلالية القضاء فإننا في نفس الوقت ندافع عن إرجاع ثقة المواطن في القضاء. المواطن اللي غادي يسمع التسريب شنو غادي يقول؟ ترى القضاء ما فيش القانون، في تدخلات، وهذا أمر ماشي صحيح. لأن في القضاء كاين شرفاء، كاين قضاة شرفاء نزهاء لا في النيابة العامة لا في القضاء الجالس. ولكن مثل هذه التجاوزات ما خصهاش تقع، خاصة أننا كجمعية محامين الشباب وكإطارات مهنية على المستوى الوطني سبق لنا ورسلنا رسائل مشفرة وواضحة للسلطات المعنية. عملنا واحد الكمامة فيها ميزان مختل وفي أسبوع. شنو تنقولوا اليوم؟ أن منظومة العدالة راه ماشي بخير، أن راه العدل مختل، راه كاينة تدخلات. وكان من الأولى قبل ما يقع مثل هذا التجاوز الخطير الجهات المعنية تدخل وما نوقعوش فيه. هذا هو الغاية. أما بالنسبة ما بعد هذه الأمور، تنظن أن النيابة العامة راه فاتحة تحقيق في المجال، هي المشرفة عليه وبالتالي هي المعنية بنتائج هذا التحقيق. الهيئة ممثلة في السيد النقيب والساده أعضاء المجلس راه خرجوا البارحة ببلاغ مهم واتخذوا خطوات وإجراءات مهمة في هذا الجانب، باعتبارهم أنهم من لهم حق تمثيلية المحامي في الدار البيضاء هو النقيب والساده أعضاء المجلس. يعني تبقى لهم الإجراءات التي يرونها مناسبة في هذا الشأن أنهم يتخذوها حماية ماشي للمهنة، حماية للعدالة ككل. هذه الوقفة جات بالأساس بعد تسريب شريط صوتي الذي تضمن يعني مجموعة من الأشياء التي تمس لا باستقلالية القضاء ولا وتمس أيضا بكرامة المحامي. وبالتالي كان احتجاجنا هذا مشروعا وله أسبابه، على اعتبار أن الثقة بين المواطنين والقضاء هي مبدأ دستوري كرسها دستور سنة 2011 من خلال يعني التنصيص على مبدأ استقلالية القضاء، وأن الدولة الديمقراطية التي ينشدها الجميع لا يمكن أن تحقق مبتغاها إلا بقضاء مستقل، قضاء ضامن للحقوق والحريات، قضاء قادر على زرع الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية، قضاء قادر على تنزيل وأن يلامس المواطن ما يسمى المبدأ ديال الأمل القضائي أو المبدأ القانوني. وبالتالي هذا جزء من عملنا كدفاع والحرص على استقلالية القضاء، لأن في استقلالية القضاء ضمان لنا كمحامون وضمان للطرف الآخر الذي هم القضاة ولجميع مكونات العدالة أن يمارسوا مهامهم في جو من الثقة، جو من الأمان، حتى يعني يأخذ كل ذي حق حقه، لأن المؤسسة ديال القضاء هي من بين أهم الركائز التي تتأسس عليها الدول الديمقراطية. نتمن ما قامت به المجموعة من المؤسسات القضائية وننتظر نتائج هذا التحقيق ونتائج ومخرجات ما سيتم التوصل إليه. نحن نؤمن بطبيعة الحال بأن ليس كل يعني ما حدث لا يمثل كل القضاة،
كما ما تسرب لا 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 لا, لا, لا ينبغي الحكم من خلاله على جميع المحامين والمحاميات، وانما هذه امور يعني مستشريه في المجتمع، ولا يمكن ان 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 يعني ان تتوقف وان يتم القضاء عليها الا بالتعاطي معها بالجديه اللازمه لضمان الثقه بين المواطن والمحامي والمؤسسه القضائيه.